ما أسرع الأعوام وكأنها مرت مر السحاب، حملت في طياتها آلام وآمال. حان موعد الحصاد بإذن الله، هلموا معي جميعا لنحصده معها، فإنها لا تقوى عليه وحدها. أتعلمون لماذا؟ لأنه حصاد 12 عاما، ولأنه حصاد صبر أنزله الله على قلبها ليكون جلدا مناضلا لا يهاب العثرات ولا تثنيه العقبات. إنه حصاد زرع طالت سقايته وطال الاعتناء به لولا توفيق الله وهدايته. سنحسده طلعا نضيدا، آن أوان شد المحازم لتنطلق عبر ثنايا هذه الأرض وتعمرها بما أوتيت من علم وجد. آن الأوان ليفتح العالم ذراعيه لها. ستودعك يا مدرسة، أنت وذاك الرجل المحارب يحرسك ليل نهار. ستودع تلك العتبات التي كلما تخطتها افتتحت بسم الله الرحمن الرحيم. وداعا يا فصولا أسمع جدرانها أسرارهم وخبايا بيوتهم. وداعا يا دفاتر وكتب مزقت أوراقها بأنامل ملت وكلت. وداعا أيتها المعلمة ويا حقيبتها وأقلامها الملونة، قصف تقصف فيه كل يوم بمشاجرة لكسب لقمة العيش، وضجيج شغب وضحكات أنس وفرح وأنين حزن وترح. كل ذلك ستودعه، لكن أثره سيبقى في مخيلتها ولن تجلوه السنون. مبروك مني جت توصل لحدك يا رك وجمل ايدي تحمل وثيقة. مبروك مني جت توصل لحدك يا رك وجمل ايدي تحمل وثيقة. بهدك ورد فيه من لون خدك بوصف كنا بحروف شعر رقيقة. مبروك مني جاتي توصل لحدك يا رقي وجمل ايدي تحمل وثيقة. بهدك ورد فيه من لون خدك بوصف كنا بحروف شعر رقيقة. مبروك مني جاتي توصل لحدك يا رقي وجمل ايدي تحمل وثيقة. ومن بعد ربي يقبل انا ابجدك حلم تمنيتي واصبح حقيقة. رغم الصعاب السودية اللي تضدك امصح صحة مستنفرة مستفيقة. ومن بعد ربي يقبل انا ابجدك حلم تمنيتي واصبح حقيقة.